استاذ بكر المدني. مرحبا. تفضل تفضل. كنا نتحدث عن مقالك الطريقة الثالث استاذ بكري، وانقطع الحديث عن انك يعني من حكم مراقبتك للموقف وان هناك بعض الملاحظات. تفضل. مراقب حاولت ابسط بعض الملاحظات على التوقيع الاخير ده. وطبعا تحدثت عن انه قوى سوريا الخليج بيخفف معارضتها مع الحكومه، ودي حقيقه ممكن جزء من مخابرات قوى سوريا والخليج كلها ليست في خلق معارضه للشغل المحلي قبل حتى تكون الحكومه. نعم. والتغيير كثرة مكون منين جدا المكونات مصر في الجافة السوفية البنظوم إضافة إلى بعض أحساب تبقى مسلحية حركة شعرية حركة حركة العدوى المتحجرية كمان ده كان في التعاون لما نبقى في مجلس تياري على وسيرة صاري وتجي القيادات دي تكون جزء من المجلس القيادي يعني هم قاعد يحملوه مسؤولية التفاوض مع الميزان لكن ما تبدأ انت تتفاوض دون مكوناتك وتفاوض طيب استاذ بكري مع الجبهة السورية مرة في القاهرة وفي نفس الوقت كان في المجلس العسكري في الساحل فأعضاء السلطون لازم يكون من المفاوضين وصلاء وأعضاء الشرطة الثانية برضه في نفس الوقت إنه الوسيلة اللي سميت بوسيلة السلام اللي هي كانت عبارة عن تفاهمات بين الجبهة السورية في أريس أوروبا رفضوا إنه يتصل على الإعلانات بس على الوسيلة وحاشوا حقيقة القبر ممكن تكون تصح للحملة السورية هي تعلم السلام وتطالب انه السلام يكون قضيه ذات اولويه خصوصا في المرحله القادمه انا افتكر انه ما في حاجه كان ممكن تضاف طبعا بيتعلل بالداخل هنا بانه الحريه والتغيير في الداخل يتعلل بانه عمليه السلام لشغل الحكومه الجايه كل الكلام ده يعني كلام مردود لانه انت عديت الخطوط انه الجماعه حتى ممكن هم ذاتهم يشكلوا الحكومه باختياراتهم وشايفوا هم ذاتهم في صناعه السلام لكن انت اكدت لهم في حاله المعارضه حاله التبرد وحتى الملف كله للحكومه القادمه وتكف علاقاتها وتكف جزء من مكوناتك وقوى سوريه وتغيير. ايضا في المواقف قررت انه الامان الدستوري ما فيه اي اشاره للدين وللغه يا اخي الكريم كل الدكاتير او اغلب خلينا نقول في العالم حتى الدول العلمانيه بتبني اشعارات للدين للغه يعني نعم للغه ولغتها يعني اشعارات واضحه لها يعني يعني بهذا الافعال المتعمد يعني ايضا يعني خلق نوع من المعارضه ومثلت القوى الاسلاميه خاصه الجماعات الثلاثيه ائمه المساجد خسروا تيار عالي جدا وفسدت من اي ناحيه يعني شعر للدين وشعر للغه ودي من ثوابت الامه فكر زي من الحياه اللي في الامه ما في عليها اختلاف الدين ما مرتبط بحكومه الحساب ما مؤتمر ما مرتبط بالمؤتمر الوطني لكن لغه الحريه والتغيير زي ما قلت ما عارف فيها لقله في الفكره السياسيه ما عارف فيها مثلا كان القصد من الفراش لكن كسبوا اعداء شكرا لك جزيلا استاذ بكر المدني على كل هذا التوضيح لعمودكم الطريقه الثالث.